وجه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى تكثيف جهودها لوضع برنامج عمل للتشجير وتجميل الشوارع والتقاطعات الرئيسة في المملكة وفق معايير وضوابط موحدة. وأكد معاليه أن الاعتناء بالمسطحات الخضراء بات من أحد أهم المتطلبات التي تحفظ للبيئة توازنها وتلعب في الوقت نفسه وظيفة هندسية كونها تحد وتوجه أنظار مستخدمي الطرق نحو مسار معين ما يسهم في خفض الحوادث المرورية علاوة على ما يقدمه الاهتمام بالتشجير والتجميل من انطباع إيجابي لدى زوار المملكة لحظة وصولهم إلى المنافذ وهو دأب سارت عليه الحكومة الموقرة منذ تأسيس الدولة الحديثة ولا بد من مواصلة السير على هذا النهج لا سيما مع كثافة استخدام شبكة الطرق والتوسع في تنفيذ مشروعاتها في مختلف مناطق المملكة التي يستوجب أن ترافقها أعمال تشجير وتجميل تضفي رونقا وجمالا إليها باعتبار تلك الأعمال جزءا لا يتجزأ من المظاهر الحضارية التي تتمتع بها المملكة. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة يرافقه سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعدد من مسؤولي الوزارة قد أجرى جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من الشوارع والتقاطعات الرئيسة في المملكة وذلك للوقوف على وضعها التجميلي. وفي هذا الصدد فقد كلف معالي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوضع دليل للضوابط والمعايير اللازمة لتنسيق الأشكال الجمالية للشوارع والتقاطعات الرئيسة بحسب موقعها بما يضفي نسقا موحدا للمسطحات الخضراء في مملكة البحرين وذلك بالاستعانة بالخبرات المتخصصة في هذا المجال والعمل على تنمية الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في تخصص الهندسة والتصميم الزراعي بالتدريب المحلي والابتعاث إلى الخارج لاكتساب الخبرات اللازمة والاطلاع على أحدث مستجدات هذا التخصص. وكلف معالي الوزارة كذلك بالاتجاه نحو زراعة الأنواع النباتية المستدامة المحلية منها والمستوردة المدخلة والتي لها أثر فاعل يسهم في الحفاظ على الموارد المائية والمالية والبيئية من حيث قدرتها على التكيف مع طبيعة الظروف المناخية المحلية على مدار العام والاستمرار في زراعة النخيل التي تحظى برمزية في بيئتنا العربية الصحراوية ولما تمثله من عمق يعكس هوية هذا البلد وارتباطه بهذه الشجرة. وقد شملت الجولة الميدانية التي أجراها معاليه زيارة مشروع حديقة المحرق الكبرى بوصفها أحدى مشاريع المسطحات الخضراء التي تنفذ بتوجيه كريم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وتحظى باهتمام ومتابعة من لدن سموه حيث استمع معاليه إلى شرح من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وكيل الوزارة لشؤون البلديات حول تقدم سير العمل في المرحلة الثانية من المشروع التي بلغت نسبته 60% والذي من المؤمل الانتهاء منه خلال النصف الأول من العام المقبل بكلفة تبلغ 3,180,000 دينار. كما تفقد معاليها الوضع التجميلي لتقاطع شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع شارع الشيخ سلمان تقاطع عذاري ووجه معالي بإلاء هذا التقاطع أهمية وأولوية في تنفيذه وإدراجه ضمن مشاريع الوزارة للعام القادم عبر توسعة وزيادة التشجير والمسطحات الخضراء وتجديد النافورات وشبكات الري والخزانات وذلك بهدف الارتقاء بالمنظر العام للتقاطع. كما تضمنت الجولة الميدانية لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله تفقد مشروع تجميل تقاطع الجنبية الذي يعتبر أحد مشاريع شؤون البلديات ضمن استراتيجية توسعة الرقعة الخضراء في المملكة ووجهة لمدخل جسر الملك فهد وتمتد مساحة المشروع لتغطي 110,000 متر مربع وبلغت نسبة إنجاز تنفيذ المشروع 80% ومن المتوقع الإنهاء منه بحلول أبريل 2020 بتكلفة قدرها 780,000 دينار.